تعال نروح افريقيا بقى شويه والاتحاد المنستيري وماتش برضو هيبقى اعتقد تقيل، لان الاتحاد زي ما حضرتك عارف طبعا مركز تاني في الدوري التونسي بعد الترجي، وكان بينافس الترجي يعني كانه في نفس مستواه تقريبا، في تحسن في ادائه بشكل كبير جدا كان الموسم اللي فات. مباراه بتشوفها ازاي وبدايه زي ما بتقال كده ضربه البدايه مع افريقيا كمان؟ هو طبعا ضربه البدايه تبقى قويه جدا، الفريق ده قدر يتعادل بره ملعبه او مش عارف ولا خسر واحد بس كسب ثلاثه في ملعبه، يعني كورته الهجوميه كويسه وهو ماشي بخطه ثابته في الدوري التونسي، يعني الفرقه كويسه جدا وفريق قوي مش فريق قليل. بس احنا بقى ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون اكثر جهوزيه بعد مباراه طلع الجيش، هيكون استفاد برده بدنيا من الثلاث مباريات، وقف على التشكيل المناسب. النادي الاهلي اي حد بيعمل له الف حساب في البطوله الافريقيه، انا شايف خبرات لعيبه النادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي في المشاركات الافريقيه اعلى واقوى بكتير من الفريق التونسي، فدي اللي هترجح فريق النادي الاهلي ان شاء الله في المباراتين. المباراه الاولى هتبقى خارج ملعبنا، الاهلي بيعرف يتعامل لما بيكون بيلعب بره ازاي مع فرق قويه، وبيعرف يحط كخططي للمباراة الأداء بيبقى قوي جدا من اللعيبة، لأن عارفين خارج الملعب بتفرق جامد جدا جدا قبل مباراة العودة اللي هتكون في القاهرة. طب شايف خبرات النادي الأهلي كلاعيبة هتفرق في المباراة بإذن الله، سواء الأولانية أو المباراة الثانية. إلى أي درجة في رأي حضرتك التاريخ بيلعب دور مهم في حسم الأمور؟ يعني حضرتك بتقول إن إحنا طبعا لما نيجي نقارن نفسنا بمعظم الفرق الافريقيه، يعني مش في فريق بعينه، هنلاقي ان احنا لا اكثر مشاركه واكثر انتصارات والى اخره، لكن التاريخ لوحده الى اي درجه بيكون كافي؟ لان انت في الاخر ليك اللي بيحصل في ال 90 دقيقه اللي في ارضيه الملعب، فما نقدرش نراهن قوي على حته ان احنا لا تقال طول عمرنا افريقيا. ما المراهنه دي او الثقه اللي موجوده مش من فراغ، الاهلي يملك عناصر مميزه جدا، الاهلي يملك تاريخ كبير جدا جدا في المشاركات الافريقيه بالارقام وبالحسابات، فمعدي الانديه كلها، فدي بتدي له ارتياحيه وبتدي له افانتاج وبترهب المنافس مع اي فريق، والمنافس بيبقى جاي. انت انا بقول كمشجع للنادي الاهلي ان الفريق ده قوي وكسب ثلاثه في ملعبه، بدي له كل الاهتمام وكل الـ 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 يعني الايه الفروقات اللي بديها له عن فرق ثانيه، ان ليه وضعه في بلده، بس نيجي عند النادي الاهلي لا ستوب مش من فراغ. فلما انت بتراهن بكل ثقه، لان النادي الاهلي يملك مقومات البطل، مقومات النادي القرن، ده على مدار التاريخ فالحاجات دي كلها ما بتعديش كده هباء، لا اي حد بيجي يلعبك او بيفكر يلعبك او انت جيت له في مجموعته، لا بيحط تحتيها 100 خط حلو قوي ان هو يلعب النادي الاهلي.